ثورد نغال غلعيدين سلعيدين تلطوث في الخلع تسعة حيضة واحدة حيضة واحدة خطر ميلة الطلاق تسعة ثلاث قروء ربنا في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا الشرح من بعد الموضوع العديد ميلة في الخلع تسعة في الحيضة يعني ستدر من مين فارقة عن طريق الخلع أتي داس لرجلين الدورة العادة الشهرية أون فوا كان داي أبري صار خاطي عاود شوية شوية الرواية نورمال ما الفرو خاطر إلا ثلاثة أداس العادة الشهرية أبري تيزدي أداس العادة الشهرية أتيزدي أداس العادة الشهرية أتيزدي صار خاطي عاود شوية مولا شافون خاطر لي الرواية كي أي غلط السوسع الشرع عن سيدي ربي أها فرقازي سيدي الحكمة كلشي الحكمة ماذا رقازي كفرا الشرع سوسعاس ها في بيت خصنا لابي ولاش حنا يا سويدا مصروف ديكوتي فريز بالك يا مهندس لابي يا صرابي اسينا مادا هاي هاي مصالح حي ان موا دو موا برسك تروا موا الشرع السوسع اما الى الخلع مثل مسالك الجام بابا يا بابا وحده يكفي سي بون طيب صافي نفهم الفرقيه عده الطلاق مع عده الخلع